لغاية 5. مين عطاهم في أنهي سؤال فيهم؟ هو أول سؤال أنا مش عارفة ليه بدأنا الحل بأومز لو، يعني ما جاش في بالي إن أنا أحل بيه، مش عارفة إزاي أو كده. لا أنا ما حلتش بأومز لو خالص، أنا قلت يعني كنت براجع معاكم بس على أومز لو، هي البداية على طول من أول ما هنا أهو، دي عشان من هنا احنا وانس ان جبتي موبيليتي هتقدري تكملي وتجيبي التاو ومنها تجيبي السبيد وهكذا. واصله لك؟ تمام ماشي. طب اوكي ايه مهندس كمان؟ هو مش المفروض كانوا كوندكتيف ده يلم ال N وال B، مش الاتنين بيعملوا تيار؟ ده عادة بنشتغل بماجوريتي دايما. انا عارف ان السؤال ما وضحش ان هو الماجوريتي N او اي حاجة. ماشي، ما عندكش اصلا قانون تجيب منه البي، يعني انت معاك الان هتجيب البي منين؟ احنا ما ينفعش ماس اكشن لو ده مش سيمي كوندكتور، ده كابر، هو قصد يقول لك كابر عشان كده، يعني مثلا لو في سؤال عشان تبقى فاهم ان انت هتشتغل بالماجوريتي، يعني ده ليه؟ سوري، هو الماجوريتي في الكابر لان اعلى يعني؟ لا مش ماجوريتي في الكابر، انت لو كان مدي لك مثلا مساله بيكلمك عن سيمي كوندكتور وقال لك سيليكون مثلا يعني، فانت السيليكون بمجرد ما هو بيدي لك ان والصوت بيقطع عندي انا ولا حد؟ وانا كمان صوت بيقطع جايب. وانا طب حاضر، طب نحاول نعمل حيله كده. هو في شير سكرين ولا ده عندنا اللي مش ظاهر؟ لا ما فيش شير سكرين. ممكن احنا نفتح البروبلم سيت من عندنا ونسمع الباشمهندس لو في مشكله يعني كده. شباب الصوت احسن صح؟ تمام يا باشمهندس. اوكي انا بقول لك، انت لو عندك سيليكون مثلا هتقدر ان انت تقارن ان بان اي، والله لقيت ان هي اكبر بكتير من ان اي، خلاص يبقى السيجما تقدر تعتبرها ان اي ميو. لقيت ان الان كومبارابل بان اي، لا يبقى احنا لازم نعمل حساب للبي اللي هي الماينوريتي، فساعتها هتقول السيجما هي ان اي ميو بلس بي اي ميو. خلاص كده، ده لو كان سيمي كوندكتور بتقارن الان بالان اي، انما ده مش سيمي كوندكتور، ده معدن. خلاص، فانت المعدن معكش الان اي بتاعته اساسا، ثانيا الماس اكشن لو اصلا مش شغال في المعدن اللي هو ده، فانت ما قدامكش اي حيله غير ان انت تكنسل كل الكلام ده خلاص، ولا كانه موجود. انا عندي ادي الماجوريتي الكترونز هو اللي الدهاني هشتغل بيه. تمام اوكي. هو القانون الجي ده، الجي اللي حضرتك قلتها ديت دي اسمها ايه؟ دي معناها ايه؟ انت قلت ان هيو في جومز لو الفي كوال اي ار، ولا ده قانون تاني؟ لا انت ايه، صح صح كده، ده اشهر قانون في عالم الفيزيكس. بتقول لي ايه هي الجي؟ ده يا ابني المنهج كله بيتمحور حوالين الجي. مين اللي بيسأل؟ انا عمر. يا عمر ده المنهج كله هو الجي، جي كارنت دينستي. عمر اشوف الرمز. ايوه كارنت دينستي ماشي. ايوه امال ايه المشكله؟ قلت اومز لو، اومز لو بالنسبه لي في كوال اي ار. يا عم انت ده في ثانويه عامه، انت الكلام ده في ثانويه عامه. اومز لو ادي اول صوره انت خدتها في كورس الفيزيكس هو ده، وبعد كده بسطناه خليناه في ايكوال اي ار، الاثنين صور مختلفه الاومز لو. انت خوفتني عليك، انا فكرتك مش عارف الجي اساسا. وصل 4 في الجي عارف. طيب كويس، وصلنا 4 في البروبلم سيت اب شوانس. هو ده يعني المعادله اللي هنوصلها في الاخر دي الكوادراتيك كوشن. استنى بس ما تخشش معايا في كلام تقيل كده وكوادراتيك وبتاع، استنى نخلص بس بالترتيب. وان حد عنده حاجه تاني فيه؟ طيب تو كويستشن 2 كويستشن 1 بس لحظه.
شباب في حد سامعني؟ حد يكون فيرم؟ انا سامعه. طب خلاص يبقى هو اللي كان بيسال السؤال بس الصوت قطع عنده. طيب لغايه ما يرجع لي وقت محدد للسكشن بس عشان ما الوقت ما يسرعناش ولا لغايه ما نخلص ولا ايه؟ لا لغايه 10 وربع ان شاء الله. ان شاء الله الوقت مش هيسرعنا. انا بحاول اسرع الريتم معاكم بس برضو اللي في عندنا اسئله بره البروبلم سيت، عندنا اسئله بره عشان ما نفضلش فيه طول الوقت. لو الوقت طب يعني نفع معانا هناخد اسئلتك. طيب اوكي طيب هجاوبك ان شاء الله ما تقلقش. هو لا احسن ناخد الاسئله بره البروبلم سيت عشان كده كده البروبلم سيت اصلا محلوله، ولا انا بقول حاجه غلط؟ لا لا في انا بقول كده برضه. طب شباب بعد اذنكم، انا بحاول اسرع الريت خلاص كده وبسرع الريتم معاكم، فبعد اذنكم يعني التزموا باللي انا بعمله. بعد اذنكم بلاش كلام فرعي خالص، انا هحاول على قد ما اقدر اعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه خلاص كده. طبعا انا هاخد اسئله مركز على بروبلم ده الاهم، يعني لو مش هاخد اسئله في بروبلم 6 وما هاخد اسئله على ما هو جاي لك بروبلم فيديو وعملنا لها سيكشن اسئله نبص عليها بس. يعني خلينا دلوقتي في السؤال رقم 2. مين عطلان فيه يا جماعه؟ حد كده يسالني فيه. باشمهندس طب بص من غير باشمهندس خشوا على طول، اللي عنده سؤال يدخل على طول. قولي سامعك. عشان حضرتك حولت الميو وضربت في 10 باور نيجاتيف 4، طيب هو انا ما ينفعش احول الفيلد الالكتريك فيلد يعني احوله من متر من فولت على متر فولت على سنتي؟ مفيش اي مشكله عادي جدا، مفيش اي مشكله. بس بصي المهم ان انت في عمليه القسمه اللي في الاخر دي يبقوا الاثنين ليهم نفس الوحدات بالظبط. ما هي مشكله ما الاثنين ليهم نفس الوحدات، بس المشكله ما حولت الالكتريك فيلد ضربته في 10 باور نيجاتيف 2، فهو في 10 باور نيجاتيف 2 ضايعه، يعني في فرق بينهم، فرق ما بين الحلين. بصي خلينا كده نبص على دي. هنا في اللي احنا جبناه في المساله دي ستاندرد بالمتر بير سكند خلاص. يبقى دي كده في اللي هي ما بين تو سكسيسيف كوليجنز، يبقى انا عايز اجيب الدريفت سبيد بنفس الوحده بالظبط. طب لما اجي اجيب الدريفت سبيد، الدريفت سبيد اللي هي الموبيليتي مضروبه في الالكتريك فيلد خلاص. ادي الالكتريك فيلد ستاندرد هو كمان مفيش مشكله فيه خالص. يبقى انا كل اللي فاضل ايه؟ احط الموبيليتي ستاندرد احطها بالميتر هي كمان. تعالي كده نشوف من شويه لما جبنا الموبيليتي كانت طالعه عامله ازاي. اهي ادي الموبيليتي هنا اهي، لما جبناها كانت سنتيمتر سكويرد خلاص. السنتيمتر سكويرد بتضربيه في كام عشان يبقى متر سكويرد؟ 10 باور نيجاتيف 4 بالظبط. عشان كده لازم كنا نضرب علشان يبقى شغلنا كله ستاندرد، شغلنا كله بالمتر. ما انا بتكلم على كده، يعني انا بحاول كله الستاندرد، يعني اصلا انا حولت الالكتريك فيلد المفروض في 10 باور نيجاتيف 2 فرق ما بين الحلين. لا ده غلط عندك بس في الخطوات. انت لو هتحولي من الالكتريك فيلد هتحوليه بالسنتي خلاص كده، وتسيبي الموبيليتي بالسنتي مظبوط، وتحولي الفي اللي هنا كمان بالسنتي. انت نسيتي تعملي كده. احول مين؟ الفي اللي هنا دي. عشان يبقى بتقارني هنا حاجتين، بتعملي قسمه هنا حاجتين ليهم نفس الوحده بالظبط. تمام اوكي. انا مش فاهمه قوي، يعني دلوقتي الفي كمان هتتحول يعني. بص يا بنت الناس هو عايز ايه؟ بيقول لك ايه؟ انا عايز مقارنه ما بين سرعتين افريج سبيد ودريفت سبيد مظبوط. ايوه حلو. لازم عشان نقارن حاجتين نقول ان الحاجتين دول 3 اضعاف 4 اضعاف 5 اضعاف، صح كده ولا ايه؟ تمام. عشان اقارن حاجتين ببعض لازم يكونوا نفس الوحده بالظبط. فانا اللي بقوله لك بصي هنا كده في بروبلم 1 في كوليجن. انا كده فهمت ان انا لازم احول كله ستاندرد بقى، يعني مش ما العبش في الالكتريك فيلد وكده. الله ينور عليكي بالظبط صح يا نور شاطر. تمام ماشي شكرا. اوكي يعني لو لعبتي في الالكتريك فيلد على فكره هتطلع نفس الاجابه، بس زي ما قلت لك لو لعبتي بالالكتريك فيلد هتحوليه بالسنتي، فتحولي في كوليجنز هي كمان بالسنتي فاهمه، وتسيب الموبيليتي بالسنتي زي ما هي مفيش مشكله. تمام اوكي
طب يا جماعه question 3 مين عنده سؤال فيه؟ هو سؤال زي ده ممكن يكون فيه تغيير وكده ولا هي حاجه ستاندرد يعني عشان دي اوريدي موجوده في المرج في المرجع عشان مثلا الجرافات وكده انا ما عرفتش انه لما نشتق الاولى دي هيطلع شكل الثانيه ولا نشتق الثانيه يطلع الثالثه المفروض اكون انا عارفاها من نفسي ولا عشان احنا عارفينها؟ لا 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 احنا بنرجع بس على الكورس بتاع الكوانتم فيزيكس بتاع الترم الاول. ف يعني دكتور خالد قصد يحط لك هنا مثلا جراف الاي مع الكيداجرام علشان منه نعمل ديريفاتيف نجيب الجروب فيلوسيتي عشان منه نعمل ديريفاتيف ونعكس فنجيب الافكتيف ماس. بس دي الحدوته يعني الثلاث جرافات شكلهم ستاندرد. ما لا لا ما تقلقوش من حاجه. لا ايه تاني يا جماعه question 3 حد عنده فيه سؤال؟ طب كويس question 4 انا كنت قايل لكم حاولوا انتوا فيه مين في الفور عطلان بوزيتيف ونيجاتيف بتاع الافكتيف ماس. بوزيتيف ونيجاتيف لما بتبقى انت طبيعي فوق محور واي معناه ان انت عندك قيم موجبه تحت محور واي عندك قيم سالبه بس كده. فاحنا قلنا المنطقه اللي هنا دي عندها بوزيتيف افكتيف ماس اي حاجه تحت الاكس اكسس زي دي كده عندها نيجاتيف ماس نيجاتيف ماس. انا قصدي على كده الالكترون اللي هو ماشي برضو دي حاجه مراجعه على كورس الكوانتم ان احنا كلمه نيجاتيف افكتيف ماس معناها ايه؟ معناها يعني هيحصل لها سلوك خلاص او انت هتشوف سلوك عكس الالكترون اللي عنده بوزيتيف افكتيف ماس بس كده. يعني الالكترون الطبيعي بتاعه بيتحرك مع الفيلد ولا عكس الفيلد؟ عكس الفيلد. طب الالكترون اللي عنده نيجاتيف ماس هتلاقيه بيتحرك مع الفيلد خلاص كده. يعني سلوك معاكس لطبيعته مش اكتر. يعني النيجاتيف ماس افكتيف ماس يعني ان هو معناه بيتحرك مع الفيلد صح؟ بالظبط بالظبط. طيب حلو. السؤال الرابع يا جماعه في واحد كان بيسالني فيه من شويه وقال لي هنحل معادله كوادراتيك مظبوط؟ اه تمام انا مش هنسى. عندك حق مظبوط. الموضوع كله كان ريفيجن على حاجه انا نبهتكم ليها المره اللي فاتت اللي هي التشارج نيوتراليتي ايكويشن. فانت بتبتدي تقول انا عندي الشحنات الموجبه كلها هي عباره عن هولز زياده عليها الايونز بتاعه الدونرز خلاص. وبعد كده بتقول التوتال نيجاتيف تشارج هي الالكترونز زائد عليها الاكسبتور ايونز. وبعد كده بتفترض ان انت عند درجه حراره عاليه او عند روم تمبريتشر بحيث ان حصل كومبليت ايونايزيشن. طب ليه بنفترض يا جماعه كومبليت ايونايزيشن؟ علشان نبسط الحل على نفسنا شويه نعتبر ان كل الدونر حصل لهم ايونايزيشن مش محتاج اكتب فوق علامه البلس. كل الاكسبتورز حصل لهم ايونايزيشن. ده كده السؤال او ده كده الايكويشن رقم واحد. هبتدي ان انا ادخل الايكويشن ده مع الماس اكشن لو خلاص كده. الماس اكشن لو اللي هو ان بي بيساوي ان اي سكويرد. عايز ادخل التو ايكويشنز دول مع بعض. طب يا تجيب الان يا تجيب البي. فانت هتفترض ان انت مثلا بتحل مساله الماجوريتي فيها الكترونز. وليه تفترض؟ هو اصلا كان سالك على ايه؟ هو سالك عن الالكترون كونسنتريشن. فانت هتبدا من هنا هتروح قايل تعالى كده نقول بي بلس ان دي بتساوي ان بلس ان اي. ده كده بعيد كتابه السؤال رقم واحد. بس بدلا من بي هروح كاتب هنا ان اي سكويرد على ان سمول واضرب الايكويشن كله في ان. فهيبقى عندي هنا ان اي سكويرد. انا عامل سكرين شير. ما فيش حاجه من اول السكشن اصلا. يا لهوي يا اخوانا. طب ما تقولوا لي ما انا عمال اكتب من اول السكشن. يعني انتوا كل ده مش باين اي حاجه انا بكتبها؟ اه بالاحساس ما فيش خالص. معلش يا نوره ظلمتك عماله اشاور لك وانت بتقولي لي فين ده فاقول لك اهي. طب انتوا ما حدش قال لي ليه ساعتها ما فيش اهي؟ يعني ليه ما حدش قال لي ما فيش حاجه باينه يا اخوانا؟ معاك يا باشمهندس. مهندس مع حضرتك. يا نوره ده انا كنت عمال اشاور لك اقول لك الفي اللي هنا دي اهي اهي وانت تقولي لي ماشي. ما تقولي لي ما فيش اهي. ما تقولي لي مش شايفه حاجه.
افتكرت مشكلة عندنا بس. طيب ماشي نكمل يا اخوانا زي ما احنا. انا هنا هو قلت ابتديت بالتشارج نيوتراليتي اللي انتوا حسيتوها خلاص ما شفتوهاش حسيتوها، وافترضت كومبليت ايونايزيشن فشلت علامه البلس والماينس سميت الايكويشن ده رقم واحد، وبعد كده الماس اكشن لو سميته رقم اتنين ابتديت اعيد كتابه رقم واحد خلاص ادي بي اهي، بس شلت بي حطيت مكانها من الماس اكشن لو الكلام ده P plus N D بتساوي N plus N A. ضربت الإكويجن كله في N small. بالشكل ده. أبتدي أشوف مين المتغير بتاعنا، مين اللي أنا عايز أحله، مين اللي عايز أجيبه الـ N small. فرح أنا قايل ده إكويجن بالشكل ده N squared أهي. خلاص. الـ N اتكررت هنا وهنا. فأكتب المعادلة بالشكل ده. ماينس ان اي سكويرد، هعمل ان اي ده على انه كونستنت على انه ثابت، ماينس ان اي سكويرد ايكوال زيرو. حل دي بالجنرال فورمولا، خلينا بس نفضلها كده سبيس شويه. هنحل الايكويشن ده بالجنرال فورمولا. طب ايه هي الجنرال فورمولا؟ كلكم اظن عارفينها، فهنروح عايلين الان بتساوي نيجاتيف بي بلس اور ماينس روت بي سكويرد ماينس 4 اي سي، المعادله العامه اهي على 2 اي. خلاص كده هنا الاي بكام يا شباب؟ الرقم اللي هنا ده الكوفيشنت هنا بتاع الان سكويرد بكام؟ بواحد. كوفيشنت الان اهو ده البي اكس السي او الكونستنت اللي هو نيجاتيف ان اي سكويرد اهو ده كده السي او الكونستنت. هروح انا عايد كتابه هنا الايكويشن نبدا نعوض، اروح قايل نيجاتيف بي على 2 اي، ادي نيجاتيف بي اهي على 2 اي بلس اور ماينس روت بي سكويرد، ادي بي سكويرد اهي ماينس 4 اي سي، ماينس 4 اي سي على 2 اي. خلاص انا كده خلصت، جبت اكسبريشن بيجيب الالكترون كونسنتريشن، خلصت المساله. خلاص في حد عطلان او عنده مشكله؟ هو فكره السؤال اللي هو عمل دوبنج بال ان دي وان ايه يعني بالظبط مثلا البورن بالظبط، عشان كده ابتديت هنا من التشارج نيوتراليتي. والناس هنا ماشي ما موجود تطبيق عليها في الشيت اهي. خد بالك الشيت احيانا او البروبلم سيت بتكمل المحاضره. طيب انا بس عايز انبه على حاجه. طب استنى في حاجه عايز انبه عليها يا جماعه. احيانا الناس لما بتشوف كلمه ان دي وان ايه خلاص ده اسمه كومبنسيتد سيمي كوندكتور. كومبنسيتد مش معناها كومبليتلي كومبنسيتد، يعني في ناس بيقول لك الان دي قد الان ايه فبيكنسلوا سوا. ايوه الحاله دي اسمها كومبليت كومبنسيشن، ان الاثنين عادلوا بعض تماما كنسلوا بعض خلاص. انما ممكن ال ان دي تبقى اكتر او ال ان ايه تبقى اكتر، فده بنسميه بشكل عام كومبنسيتد سيمي كوندكتور. فالكلمه دي بلاش تلخبطك، بلاش لما تشوف كلمه كومبنسيتد سيمي كوندكتور تروح قايل يبقى ال ان دي وال ان ايه مطيرين بعض وما لهمش لازمه. لا كلمه كومبنسيتد ما يعني ما تفرقلكش في حاجه، انما كلمه كومبليت كومبنسيشن معناها ان ال ان دي وال ان ايه متشارين مع بعض اكنه انترنسك. فحبيت بس انبه على الحته دي علشان بلاحظ ان انتوا بتتلخبطوا فيها كتير. طيب في اي حاجه في السؤال الرابع تاني؟ ده انا قصدي ان احنا نعرفه في التشارج نيوتراليتي تاني، نعرفه ايه يعني؟ ممكن يجي لنا سؤال عنه في بكره يعني؟ ممكن يجي لك سؤال عن ده بكره طبعا، ايه المشكله؟ ما سؤال في الشيت عندي. الكلام ده ولا حاجه ثانيه؟ يعني ايه بره الكلام ده؟ انت قصدك عشان ده مش موجود في المحاضره صح؟ اه لا هو ده موجود في الشيت. خد بالك من حاجه، الدكتور خالد منقلكوا في الشيت شويه اسئله، منها ريفيجن على كورس المودرن فيزيكس مطالب بيه، منها اسئله من المحاضره، منها اسئله بره المحاضره خلاص. بس مش معنى كده ان انت هتلاقي اسئله من بره المحاضره في الامتحان، لا. يعني سؤال رقم 4 دكتور خالد سايبه لكم هنا علشان تشوف فكرته، ان احنا لو عندنا ان دي وان ايه ازاي نقدر نتعامل، ازاي نقدر ندرايف اكسبريشن. مش معنى كده ان انت هيجي لك في الامتحان حاجات ما خدتهاش او كونسبت ما خدتهاش في الامتحان في المحاضره يعني. مش مهندس هو في الـ ان طيب
النمبر اوف النمبر اوف دونر اتومز بيبقى اكبر من ان اي حسب درجه الحراره. ما انت في عندك هنا كيرف مهم بالشكل ده حسب درجه الحراره اصلا يعني عند درجه حراره قليله طبعا الدونر اتومز اكتر بكتير، انما لما درجه الحراره بتزيد بشكل كبير بيبتدي ان اي تقارن ان دي عند درجه حراره عاليه جدا بتبقى ان دي ولا ليها لازمه، ان اي هي المسيطره. فاكر الكيرف ده ولا تحب ان نتك عليه في اخر الشيت؟ تمام تمام. ان هو الانترست كونسنتريشن بيزيد لما درجه الحراره تزيد. الله ينور يعني عليك. عند درجه الحراره العاليه بتبقى مش النمبر اوف دونر اتومز مش اكبر من ان اي. اه طبعا بيبقى مهمل، لكن في الاولى في درجات الحراره الصغيره او القليله بتبقى النمبر اوف دونر اتومز اكبر. بالظبط تمام جدع. تمام انتوا حلوين ومذاكرين يا جماعه، امال خايفين ليه مالكم؟ طب يلا تعالى كده نشوف حاجه ثانيه. الترو اور فولس، في باشمهندس كانت بتسال مين؟ نوره. هو لو هو بخصوص موضوع التمبريتشر عاليه او منخفضه، هي الميه بتختلف تناسبها مع التمبريتشر سواء كانت منخفضه او عاليه، فانا ازاي اميز اذا كانت يعني لو جات لي في مساله او جات لي في سؤال مثلا اختار او حاجه، ازاي اميز اذا كانت عاليه او منخفضه؟ الميه لا التمبريتشر يعني عند درجه الحراره كام، يعني لو تخطيتها هقول ان التمبريتشر عاليه فساعتها الميه بتتناسب كذا، يعني هل فاهمني؟ لا 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 فاهمك فاهمك. الموضوع ما يستاهلش الحيله دي خالص. كلمه عاليه ومنخفضه دي حاجه نسبيه احنا بنقولها خلاص. بمعنى الاصل في الموضوع مثلا ايه، خلينا اوريك الجراف بتاع الايونيزيشن عشان افهمك ايه كلمه تمبريتشر عاليه وتمبريتشر منخفضه. هوريها لك حالا على جراف الايونيزيشن خلاص كده. انما الميو بشكل عام احنا بنفترض ان الميو اللي هي الموبيليتي قصدك مظبوط، الموبيليتي والتمبريتشر علاقه عكسيه، لان التمبريتشر لما بتزيد بتبدا يحصل يعني الالكترون حركتهم عندهم كينيتك انرجي اعلى فكوليجنز بتحصل اكتر فده بيقلل الموبيليتي. ايوه بس خلينا ارسم لك جراف الايونيزيشن. حاضر هرسمه لك حالا واوريك يعني ايه تمبريتشر مرتفع ومنخفض. هوريها لك حالا. ماشي. الترو اور فولس يا جماعه، اول A B C D E F مين عنده سؤال فيهم؟ باشمهندس في ايه احنا انا مش فاهم معنى السؤال. مش المفروض ان احنا لما جينا جبنا الاثبات بتاع الافكتيف ماس ده كنا بدلنا حاجه بدل قصدي سوري اهملنا الانترنال انفلوينسز دي اللي هي القوه الداخليه الاف انترنال ولا؟ بالعكس خالص. هقول لك على حاجه، فاكره ايه هدفنا في البروف بتاع الافكتيف ماس؟ هدفنا ان احنا قيمه الاف انترنال ايوه. بصي لو انا قلت لك اكتبي لي قانون نيوتن خلاص، ادي قانون نيوتن اهو، العجله هي ايكوال الفورس على الماس مظبوط كده. طيب الماس عندنا اللي هو الماس بتاع الالكترون، طب والفورس في كم فورس؟ في فورس اكسترنال ناتجه عن وجود الكتريك فيلد مثلا، وفي فورس انترنال ناتجه عن حركه الالكترون والتصادمات بينه وبين الايه بقيه الاتومز والايونز اللي جنبيه. احنا كل الفكره ان احنا عايزين نكتب قانون نيوتن بشكل غير ده خلاص. عايزين ما نشوفش كلمه اف انترنال ما نشوفهاش، يعني احنا عايزين نبقى نكتب ان الاكسلريشن بيساوي اف اكسترنال فقط لا غير. طب تفتكري اف انترنال دي هنخلص منها ازاي؟ هنطيرها ازاي؟ لازم هندخلها في مين؟ في الام خلاص كده. فيبقى بنشتغل من هنا ورايح بحاجه اسمها ام افكتيف. يبقى ايه هو الام افكتيف ده؟ ده رقم خد في اعتباره الانترنال فورسز او الانترنال انفلوينسز بس كده. فيبقى نقراها تاني مع بعض. الافكتيف بس خلاص هي قيمه فيزيائيه بتعتبر او يعني بتحسب الانترنال انفلوينسز بس كده. مش مهندس هو المفروض السؤال يبقى فول، بس انا عارف في الاخر شو ذا الالكترون كان بيتريدد از موست فري. ايوه بالظبط، علشان نقدر خلاص نعتبر ان الالكترون والله احنا حطينا الكتريك فيلد
كذا، خلاص حطينا الكتريك فيلد كذا. يا جماعه اللي بيتفرج على الماتش ما يعيب كده يا جماعه، مين اللي كان يعني عمر بعد اذنك يا عمر ما يعني ما تفتحش المايك تاني. ماتش مين ده عمر؟ ده ريال مدريد وريال بيتيس يا باشمهندس. طيب كلمة اولمر صفري يا جماعه معناها ايه؟ لو انا معايا الالكتريك فيلد، معايا الاكسترنال فورس جاهزه معايا خلاص، وحافظ الافكتيف ماس بتاع الالكترون اللي عملنا اثباتات عشان نقدر نجيبه، يبقى انا بشكل مباشر قسمت الفورس على الماس جبت الاكسلريشن خلاص. يبقى قيمه الافكتيف ماس دي اهلتنا ان احنا نعمل ايه؟ ساعدتنا ان احنا نعمل ايه؟ ساعدتنا ان احنا قسمنا فورس على ماس جبنا اكسلريشن خلاص كده. يبقى رقم طول ما هو معانا انت بتديفايد الاف على الام تجيب الاكسلريشن على طول. انت عارف تعامل الالكترون على انه بارتيكل، على انه حاجه فري، فده الغرض من قصه افكتيف ماس يعني. طيب بي يا شباب، مين عطلان في بي او في سي؟ معلش بس يا باشمهندس، هو في نعم مش سامع يا جماعه اللي كان عنده سؤال مين هو؟ بس يا باشمهندس هو في انا في حاجه بس يعني بتلخبط فيها دايما، هو انا يعني معتقد على طول ان النيجاتيف افكتيف ماس معناه ان الالكترون بيتحرك عكس الالكتريك فيد، فانا مش عارف اللي يعني هل ده اللي انا فاكره ده صح ولا غلط؟ لا 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 غلط، هقول لك ليه. هي الفورس اللي بتأثر على الإلكترون مش القانون بتاعها كيو إي؟ تمام خلاص. والكيو بتاعت الإلكترون أصلا بالإيه؟ بالنيجاتيف. فيبقى بيتولد فورس إيكوال نيجاتيف إي، فبيتولد حركة أو فورس عكس الإلكتريك فيلد خلاص كده. لما بيبقى عندك الإلكترون عنده نيجاتيف إفكتيف ماس إيه اللي بيحصل؟ بتعكس الظاهرة دي. فمن هنا جت فكرة الهول، إن إحنا بقى عندنا بارتيكل بتتحرك مع الإلكتريك فيلد. تمام اوكي. بي وسي ودي يا جماعه مين عنده اسئله فيهم؟ هو انا عايز اسال حاجه على البروبابيليتي وكده اللي هي تبع سي. قول لي هو الالكترون ليه بروبابيليتي والهول ليها بروبابيليتي ثانيه، الرقمين مختلفين؟ لا. لا 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 خالص، لا خالص. الالكترون ليه بروبابيليتي خلاص، والهول 1 ماينس البروبابيليتي بتاعت الالكترون. يعني لو في احتماليه 90% وجود الكترون معناها ايه؟ احتمالية 10% عدم وجود هول. تمام. طب والدينستي اوف ستيت، هل دي حاجة ودي حاجة ولا مالهاش علاقة اصلا؟ هي دي الدينستي اوف ستيت، هي دي البروبابيليتي. لا استنى حقك عليا. استنى الدينستي اوف ستيتس بتدي لك عدد الستيتس خلاص، اوكيوبايد ولا مش اوكيوبايد الله اعلم. يعني مثلا فاكر انت حاجة اسمها الاي سي والاي في خلاص كده، اللي هي الكوندكشن باند والفيلنس باند، بنسمي المنطقه اللي في النص دي ايه؟ قول لي كده ليه اسمها فوربيدن جاب؟ ليه؟ عشان ما فيش فيها اي ستيتس، ما فيش بوسيبل ستيتس او ما فيش مستويات طاقه ممكن الالكترون يسكنها، ممكن الالكترون يوكيوباي اي مستوى طاقه في المنطقه دي خلاص كده. فالدنسيتي اوف ستيتس بتدي لك عدد الستيتس الممكنه للالكترون اللي الالكترون ممكن يسكنها. يعني بيجي مثلا يقول لك الكوندكشن باند الدنسيتي اوف ستيتس 5، هل ده معناه 5 الكترونز موجودين ولا معناه في 5 اماكن موجودين للالكترونز؟ هو ده 5 اماكن موجودين للالكترونز، هو ده الدنسيتي اوف ستيتس. ما انا بسالك خلاص، لو البروبابيليتي 100% معناها ايه؟ معناها ان الخمس اماكن احتماليه وجود الكترونز فيهم 100%، يعني الخمسه اوكيوبايد. طب لو الاحتماليه 50% يعني في 2.5 ستيتس اوكيوبايد مثلا. بس انا بتكلم عن الالكترونات. ماشي، مع عكسها الهولز بالظبط. يعني في السؤال احنا مثلا ان بنقول تكامل الدنسيتي في البروبابيليتي صح؟ بالظبط. البي نفس الكلام بس البروبابيليتي 1 ناقص البروبابيليتي بتاعت الالكترون، بس الدنسيتي نفس الرقم هنا وهنا صح؟ مظبوط. بس هو ده رقم الحوار المرابط. شكرا. ماشي اوكي. ايه التاني يا جماعه؟ اي و اف و جي. باشمهندس في اف
كان في قلنا ان التصحيح بتاعها انها تبقى بدل ستيدي ستيت تبقى ثيرمال ايكوليبريم بالظبط. وكنا قلنا حاجه نون ديجنريت كانت ايه بقى؟ يعني انا فهمتش الكلام. قلنا نزود كمان كلمه نون ديجنريت عشان لو ديجنريت ديجنريت دي يعني سيمي كوندكتور بايز من الاخر، فاحنا بنقول ان هو نون ديجنريت ما حصلوش بوظان او ملوش انحلال. لو الجمله مكتوبه واخرها ثيرمال ايكوليبريم ايكوليبريم مفيش نون ديجنريت تبقى ترو برضو طالما ما حددش، يبقى ترو. تمام خلاص. اصل يعني النون الديجنريت خلي بالكم يا جماعه كلمه ديجنريت دي اصلا يعني فقد ان هو بقى سيمي كوندكتور، فقد هويته كسيمي كوندكتور، فمش هيقول لك في السؤال إن يعني مش هيطلق اسم سيمي كوندكتور عليه. يعني لو قال لك ان السيمي كوندكتورز under thermal equilibrium شغال معاه الماس اكشن لون اقول له اصح خلاص كده. انما لو قال لي ان الديجنريت والنون ديجنريت شغال معاهم الماس اكشن لون هنا نقول فولس، هنا نقول النون ديجنريت بس اللي شغال معاه ماس اكشن لون. تمام اوكي. ايه تاني يا جماعه؟ والاكسترينسك مش مهم احسن من الانترنسك في الكوندكتيفيتي صح؟ احسن من الانترنسك. انت القصه كلها في الكوندكتيفيتي، انت عايز ايه؟ عايز عدد كاريرز عالي وعايز موبيليتي عاليه خلاص. طيب الدوبينج بيزود لك عدد الايه الكاريرز صح كده، بس بيقلل الموبيليتي، بيقلل لك الموبيليتي. فبندخل هنا في حاجه اسمها تريد اوف. انت مش بتعمل دوبينج لمجرد بس ان انت تغير في الكوندكتيفيتي، يعني مش لمجرد الخواص الكهربائيه بتاعه السيمي كوندكتور، مش ده السبب الوحيد اللي بتعمل دوبينج عشانه مثلا خلاص. فانت هنا بتدخل في عمليه تريد اوف، انت يهمك تزود الان ولا يهمك تقلل الموبيليتي؟ طب ايه هي احسن نقطه نشتغل عندها؟ طب نعمل دوبينج ولا ما نعملش خلاص. انما مش هيجي يسالك سؤال يقول لك هي بتحسن الكوندكتيفيتي ولا لا. تمام اوكي. طب ايه تاني؟ ده سؤال من جواك انت صح، انما ما قابلكش قبل كده يعني. اه الصراحه ماشي انا حاسس بورتك. طيب ايه سؤالك؟ اتش احنا قلنا انه قلنا جاوبنا انها بتنكريز عشان القانون اللي بيقول ان في ايكوالز مش عارفه ايه في تي تو ذا باور 3 على 2 صح. القانون ده مش في الفورمولا شيت فقول يعني مش عارف ما هو مش موجود في الفورمولا شيت يبقى مش جالك سؤال عليه. تمام خلاص اسهل يعني. طيب اي مش هاخد فيه اسئله لان انا لسه شارح اي من شويه. جي كي ال ام حد عنده اسئله فيهم؟ طب باشمهندس حضرتك بتقول ان لو القانون مش موجود في الفورمولا شيت مش هيجي سؤال عليه، والميد بتاع دكتور وائل الترم اللي فات كان فيه سؤال عن الاي اي واللي هو في النص بالظبط وكان القانون بتاعه مش مكتوب. لا 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 ما في هنا خدعه كده بسيطه ممكن تحصل. ما انت ممكن ما يجيلكش قانون جوه الفورمولا شيت، بس هتخش الامتحان تلاقي القانون جيفن جنب السؤال نفسه او مدي لك جراف يغنيك عن القانون مثلا. يعني انا اللي اقصده حاجه يعني انت قصدك غلطه يعني ما كانش فيه قانون وانتوا هو القانون اللي هو بتاع الاي اي اللي هو اي سي زائد اي في على 2 زائد كي تي ولين وحاجات كده. القانون ده ما كانش مكتوب في الفورمولا شيت وجي سؤال عليه في الميد. شفتوا اتكلمتوا في الحته دي ساعتها مع دكتور وائل كتير؟ لا اصل حضرتك دلوقتي بتقول ان لو القانون مش مكتوب مش هيجي عليه سؤال، فانا بسال طب هو ايه؟ لا انا اللي قصدته حاجه والله. بص ركز معايا. اتش ده اللي انا كنت اقصده للبشمهندسه اللي سالت. هي بتقول لي نعرف منين العلاقه اذا كانت لينير او العلاقه فيها باور 3 على 2. فبقول لها محتاجه ترجعي للقانون. طب لو لقيت القانون مش موجود مش هتعرف تجاوب على نقطه زي كده، مش هتعرف تجيب الفاكتور بتاع 3 على 2 يعني بالذاكره هتقول فولس مثلا، بس مش هتعرف تجيب قانون زي ده. فبالتالي سؤال زي اتش علشان يجي لك في الامتحان لازم القانون بتاعه هيكون موجود في الفورمولا شيت. ده اللي انا اقصده. تمام طيب. وفي قوانين طبعا في قوانين ما بتجيلكش في الفورمولا شيت على فكره، قوانين مشتقه يعني بص هوريك سؤال دلوقتي مش هتلاقيه موجود في الفورمولا شيت، هوريها لك انا دلوقتي قصادنا. جي وكي وال وام يا جماعه حد عنده سؤال فيهم؟ مش هنستوعب في الكوندكشن باند كل يعني كل ما الانرجي تزيد
النمبر اوف فري الكترونز بيقل ولا بيزيد؟ استنى كده, في الكوندكشن باند كل ما يزيد الانرجي, كل ما الانرجي يزيد ها النمبر اوف فري الكترونز بيقل صح؟ بيقل طبعا, عشان اللي هي الرسمه بتاعت الفيرمي دراج ديستريبيوشن في الدنسيتي ستيت بيقل طبعا. هو بيزيد الاول, خد بالك بيزيد لغايه ما بيجيب البيك بتاعته بيقل بعدها. طب بيكمل قلالان يعني, هو بيقل يعني. بس ده برضو سؤال من اكتشافك صح؟ لا بصراحه لقيته في السمر يعني, بتاع الترم السمر السنه اللي فاتت. بس كان مكتوب ايه طيب؟ كان مكتوب ان مع زياده الانرجي في الكوندكشن باند ايه اللي بيحصل؟ اه النمبر اوف فري الكترونز بيحصل له ايه, بيقل ولا بيزيد ولا ايه اللي بيحصل؟ ده كان سؤال تيوفول. لا لا كان سؤال تشوز. ده تشوز تشوز كان في الميد ترم بتاع الدكتور انكريز فين ديكريز في الاجابات. اه كان في الاجابه المتجاوبه ان هي بزياده الانرجي النمبر اوف فري الكترون ديكريز ديكريز بس. اه الاوقع تبقى انكريز ذن ديكريز عشان الكيرف اللي عامل دايره كده. اه بالظبط بالظبط تمام. الا لو كان في كلمه او لفظ في انجلش ممكن فوق ولا تحت. يعني ايه بتزيد لفوق ولا لتحت؟ هو احنا بنتعامل في الكوندكشن باند الانرجي لفوق تقريبا صح؟ طبعا لفوق. اه الفالنس هي اللي لتحت. ايوه ايوه صح. فكده طب المفروض الالكترونات تزيد. بس في حاجه يا جماعه, لا طبعا يا جماعه ممكن يكون كان في لفظ في السؤال انتوا ما خدتوش بالكم منه, هو ده اللي عامل اللخبطه. ممكن يكون في لفظ ان at high energies rather than AC او يعني as we move مثلا, مش فاكر far from AC, مش فاهم يعني حاجه فيما معناها كده. في صيغه في كانجلش ممكن يكون معناها ان انت بتتحرك بعيد عن الاي سي. خلاص بتتحرك بعيد عن الاي سي, مش قريب, بعيد عن الاي سي. طبعا عدد الكاريز بيقل ما فيهاش كلام. انما لو قال لك بمجرد ما ابتديت تتحرك من عند الاي سي هيحصل ايه, هتقول قريب من الاي سي هيبتدي الان بيزيد وبعد كده هيبتدي الان يقل كل ما بنبعد. فقرايه السؤال هنا بتكون مهمه شويه. طيب تمام. جي يا جماعه وكي وال, مين عنده فيهم سؤال؟ طيب ام وام وان مش مهندس, هو في ان اللي بيحصل له ساتوريشن الفي دريفت ولا الموبيليتي؟ الفي دريفت يعني دي هتبقى ترو. اه بالظبط. طيب قبل اللي تشوز, عشان بس في واحد كان بيسالني على حاجه عايز اوريها له. من اول استنى عليا, كان في بروبلم انا كنت عايز اوريها لك ونرجع لل هي راحت فين البروبلم. اهي بص, بروبلم زي بروبلم 7 مثلا. يعني انا بقول لك مش بالضروره تلاقي كل القوانين في الفورمولا شيت. بدليل ايه؟ ان انت في قانون في الفورمولا شيت كاتب لك كده عدد الستيتس 4 باي 2 افكتيف ماس, ما قالكش الكترون ولا هول, على اتش سكويرد. وهنا روت اي. انت من فهم للكورس ومن فهمك للسيمي كوندكتورز بتبتدي تعدل القانون شويه, فهتبتدي تعمل زي ما احنا عملنا في المساله, هتبتدي تحط الافكتيف ماس بتاع الالكترون او بتاع الهول حسب انت فين بالظبط. خلاص وبتبتدي تختار مرجع, يعني تستبدل اي, تحط بدلها اي ماينس اي سي لو احنا في الكوندكشن باند, او تحط اي في ماينس اي لو انا في الفالنس باند. يبقى بمعنى كده تفهم ايه, مش بالضروره كل القوانين تكون في الفورمولا شيت, في قوانين سيادتك ممكن تتعامل معاها او تكتشفها جوه الامتحان. من الاخر زي سؤال 7 ده بالظبط. طبعا برضو هتلاقي في قوانين في الفورمولا شيت علاقه الان هو الصوت قطع عندنا بس؟ لا قطع عندي كمان. لا قطع عندنا كلنا.
رجعنا تاني يا جماعه اهو. الناس سامعاني كده كويس؟ معاك يا باشمهندس. طيب انا بروبلم 7 انا كنت شرحتها كلها دلوقتي، سمعتوها ولا كان ولا الصوت قطع؟ احنا وصلنا لحد ما قلت فهمتوا المضمون بتاع 7 يعني ان ممكن يجي لك قانون مش موجود في الفورمولا شيت يجي لك سؤال عليه. فهمتوا الجمله دي قلتها صح؟ تمام اه نعم ايوه حضرتك ده المهم. اوكي نرجع تاني بسرعه لل تشوز اي ودبل اي وتريبل اي واي في. مين عنده فيهم سؤال؟ ما اظنش. لا كان في سؤال كان بيسال اي دوبينج ات فيري هاي دوبينج اللي بيحصل للفيرمي ليفل كونستانت ولا بيقلب للاي سي ولا لا؟ فيري هاي دوبينج. فيري هاي دوبينج ان تايب. اه فيري هاي دوبينج ان تايب عمال بيقرب من اي سي طبعا لغايه ما يعني هيبقى مثلا لو زاد الدوبينج عن حد معين هيقلب ديجنريت حسب الاجابات اللي موجوده عندك في التشوز. طول ما انت فاهم الحدوته طول ما انت هتعرف تختار الاجابه اللي في التشوز. ما هو التشوز كان كاتب هيفضل كونستانت يعني هيقرب من الاي سي ويفضل كونستانت. لا والله دي الاجابات. ايوه بقول لك دي اول اجابه. انا فاكر السؤال انا شفت سؤال زيه. غير مش بكذبك انا بجاوبك بقول لك دي لا كمل ايه اللي بعدها انا معاك. واللي هو الثانيه اللي هو هيبقى قريب من ال يعني نير للاي سي هي دي مظبوط مش هيبقى كونستانت يعني. لا طبعا لا. انا كان عندي سؤال نفس الحوار. ماشي ما انا اقول هيفي دوبينج ان تايب تمام. بيقول لي لما يكون عند الحراره العاليه لما يكون عند هاي تمبريتشر حراره عاليه وحراره قليله اللي هي من 0 ل 80 كلفن تقريبا في الحالتين الاي سي ايه اللي هيحصل له؟ ايه اللي هيحصل له؟ ايه بقى ده سؤال مختلف في امتحان وده سؤال مختلف في امتحان تاني. الاي سي ايه اللي هيحصل له لو درجه الحراره زادت؟ اه بس هيفي دوبينج الاي اف تقريبا الاي اف الاي اف انا اسف الاي اف الاي اف هاي دوبينج عند درجه حراره عاديه او منخفضه او لغايه حتى 80 او لغايه 100 او لغايه 200 خلاص كده الاي اف بيقرب من الاي سي في حاله الهاي دوبينج خلاص كده. كلمه هاي تمبريتشر اكن الدوبينج مالوش لازمه. ما احنا قلنا الحدوته دي من شويه عند درجات الحراره العاليه عند هاي تمبريتشر الدوبينج اصلا مالوش لازمه. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ الفيرمي ليفل بيفضل في النص خلاص الا لو المساله هاي ليفل انجكشن. هاي انجكشن لا هو فعلا كان الاجابه نو تشينج في الحراره العاليه بس هو الحراره المنخفضه هو ده اللي لخبطتني مش عارف كنت اعمل ايه بقى. هوريك الجراف اللي انت بتتكلم عليه هوريه لك دلوقتي. يعني هو سر المساله عشان من قال من 0 ل 80 كلفن فعشان كده الفيرمي ليفل هيفضل كونستانت صح؟ من 0 ل 80 كلفن الفيرمي ليفل بيقرب عند هاي تمبريتشر كونستانت. الكلام ده في الهاي دوبينج صح؟ لو السؤال هاي دوبينج ماشي. هي كلمه هاي دوبينج خد بالك يعني مش دي التريك يعني هو التريك حته التمبريتشر مش اكتر يعني. تمام طيب ايه كمان يا جماعه في اي ودبل اي وتريبل اي واي في؟ مفيش فيهم في وفي اي وفي دبل. انا مبسوط ان انتوا فاتحين الميد ترمات وبتسالوني منها على فكره. في وفي اي وفي دبل في الاول حضرتك مسالنا من بره البروب اللي مسيب مش قصدي اسئله خارجيه قصدي اسئله من كميت ترم بره ده اللي كان قصدي فيه. والله يعني انا لو معايا اصلا الترم لو انا فاتحه ومجهزه على درو بورد كان ممكن احله معاكم بس الى حد ما الكورس يا جماعه بيتغير بتغيير البروفيسور او الدكتور المسؤول عنه فاهمني يعني مش هيبقى صح حاجة ان انا احل 100 ترم من الترم اللي فات مثلا لان التركيز مع دكتور خالد على حاجات معينة غير التركيز مع دكتور وائل على حاجات معينة فالامتحانات مش بالضرورة تكون شبه بعض بالظبط يعني بس اكيد انت بتستفيد من الحل الامتحانات اللي انت بتحله. طيب هنا V و V I و V double I مش منسى انا عندي سؤال غريب في السؤال التاني تقريبا. قول هو مش ال EF يعتبر الليفل فالمفروض يبقى موجود ولا ايه؟ ماشي اه
هو مفيش خيار ايه ليفل وهمي مش allowed ده ليفل وهمي يعني ما يعتبرش ليفل لا طبعا لا 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 ده حاجة وهمية تمام ماشي كويس الأسئلة 7 و8 و9 مين عنده حاجة فيهم أو في الأفكار بتاعتهم شباب سامعيني كويس؟ سامعين يا باشمهندس انا بس عايز حاجه انا معلش احيانا تيمز بيفصل عندي هي مش مشكله نت على قد ما هي مشكله اكسس مع السيرفر بتاع الكليه ايميلي كان فيه مشكله كده حاجه زي هاك من فتره فكل يعني كل شويه بلاقي سيرفر الكليه عمل لي لوج اوت من تيمز عشان كده كذا مره بيفصل تيمز معايا حقوق عليا خلاص طيب 10 و 11 يا جماعه و 12 انا عندي مشكله في 10 مشكلة في 10 ماشي 11 حد عنده أسأل سؤال انا عندي مشكلة في 11 هو مش المفروض الـ AI بيبقى في النص او تقريبا في النص والـ EF بيبقى بيتحرك لفوق او تحت حسب الدومينج بيبقى هو الدومينج بالظبط لا مش هو الدوبينج لا مش هو الدوبينج لا مين قالك هو الدوبينج لا حضرتك حاطط في السؤال ED غير الـ EF والـ AI طبعا انا اول ما اشوف يعني اول ما اشوف الاي دي انت لو فتحت اي ليكتشر هتشوف حاجه زي كده بص انت بيبقى عندك هذه هنا يعني افضي سبيس شويه اهو في حد عنده زن قوي اوكي كويس بص يا سيدي انت عندك هنا اهو ادي الاي سي وادي الاي في وادي الخط اللي هو بتاع المنتصف اللي هو بنسميه دايما اي اي ثابت ايه اللي بيحصل لو انت مفيش دوبينج يبقى فين الفيرمي ليفل هنا خلاص كده لو في دوبينج لو في دوبينج بيبقى فيه لو في دونرز مثلا بيبقى فيه هنا حاجه اسمها دونر ليفل ودي بتخلي الفيرمي ليفل يطلع فوق شويه بعد ما كان هنا عند الايه عند المنتصف بيطلع فوق شويه طب لو عندنا في اكسبتورز ايه اللي بيحصل بيتولد اكسبتور ليفل هنا كده اوربل فالنس وده بيخلي الفيرمي ليفل برضو ينزل تحت شويه عن المنتصف يبقى هنا كده وصل لك الحدوته تمام هو انا اتفاجئت عشان كده اول مره تقابلني مساله فيها كل الليفلات دي طيب وهو اصلا كان بيلخبطك يعني هو كان مدي لك دونر ليفل اكتشفنا في اخر المساله انه ملوش لازمه فاهمني؟ يعني انا من المعادله دي قدرت اجيب اي اف ماينس اي سي من المعادله دي خلينا كده نرسم اد اي اف اهو عرفت اجيب من المعادله دي اي اف ماينس اي سي وانت اصلا معاك الانرجي جاب هتطرح الاثنين من بعض هتجيب مين؟ هتجيب اي اف مع اي في بس خلاص ده اللي هو كان عايزه بدون اي احتياج للدونر ليفل خالص فهو كان مدي لك الدونر ليفل لخبطه مش اكتر بس وصل لك تمام تمام جدا سؤال تاني في 10 يا جماعه طيب 11 هو انا مش فاهمه القانون ده جبناه ازاي انهي قانون اللي هو في 11 يعني اثبتنا ازاي موجود في الفورمولا شيت لا مش موجود بصي هقول لك على حاجه
ازاي تجيبي فكره القانون. خلاص لما انت تشوفي اي اف ماينس اي اي برقم موجب يعني اي اف اعلى من اي اي يبقى دي مساله ان دوبينج ولا بي دوبينج دونر ولا اكسبتور دونر حلو يبقى الماجوريتي ان فانت بتدوري على قانون بيقدر يجيب الان بدلاله دول صح كده فبتفتحي الفورمولا شيت وتحاولي تجيبي ان بدلاله دول هتلاقي القانون ده موجود في الفورمولا شيت اهو لو مش موجود في الفورمولا شيت يعني مضطرين نحفظه عشان هنحتاجه كتير طب يا باشمهندس السؤال بس انا القانون ده ما لقيتوش في الفورمولا شيت فاستخدمت القانون اللي هو في ال ان سي بي واعتبرت ان الانرجي جاب نعم هتجيب ال ان سي منين ما هو كان موجود بقى في الفورمولا شيت اللي مكتوب ال ان سي مديني القيمه ثانيه بقى فانا اعتبرت ان الانرجي جاب بواحد بواحد واحد من عشرة وقسمت على الاثنين جبتها بالنسبه للاي سي ماشي بس هي ما طلعتش الاجابه بقى ما هي ما طلعتش نفس الاجابه فتسال على كده لان ده القانون اللي كان موجود في الفورمولا شيت والقانون اللي هو موجود دلوقتي دوت يعني ما يعني حاجه يعني ما سمعتش عنه مع في مع الدكتور خالص يعني هو حضرتك بس اقصد يعني اللي قلت هتلاقيه في الفورمولا شيت فانا ما لقيتوش طب خلي القانون ده ممكن ترجعوا له في المحاضره القانون بتاع ال N وبتاع ال P الاثنين مهمين تمام مش منسي ال NI استخدم الفالي اللي هو مديها لي في الفورمولا شيت صح لان هو في الفورمولا شيت مديها لي 10 تو ذا باور اوف 10 بس ما فيش 1 على طول اشتغل في اللي جاي لك في الفورمولا شيت تمام هي اختلافات مش كبيره قوي على فكره انت سجلت الكورس الترم اللي فات ولا لا ولا دي اول مره اول مره ماشي عشان كده الترم اللي فات كان حصل خناقه كده ايه على الحدوته دي احنا عندنا في السيمي كوندكتور بنشتغل بحاجه اسمها اوردر اوف ماجنيتيود يعني لو الاجابه بتاعتك 10 باور 12 ولقيت في الاختيارات 4 في 10 باور 12 يبقى اجابتك صح ولا غلط صح تختارها خلاص انت بيهمنا دايما الباور فتلاقي في الفورمولا شيت 10 باور 10 او تلاقيها مضروبه في 1.5 مش فارقه كتير الاثنين نفس الاوردر اوف ماجنيتيود بالظبط اوكي تمام اوكي شكرا اللي كان بيسالني على ان هو استخدم ال NC انت عشان تتعوض بال NC محتاج كام بارامتر محتاج درجه حراره ومحتاج انرجي جاب مظبوط تمام الاثنين موجودين عندك في الفورمولا شيت فتقدر تشتغل وتوصل المفروض تجيب نفس الرقم ما انا بتكلم كده اللي هو انا ما جبتش نفس الرقم بس انا يعني 10 اس 13 بس هتبقى رقم مختلف بس نفس الباور نفس الباور ماشي ما ده اللي احنا بنتكلم فيه ما دام نفس الباور خلاص صح اعتمد حلك على طول تمام ماشي يا جماعه 12 مفيش في 12 بس مهندس معلش هو القانون اللي احنا بنحطه امتى بفترض ان ال ان ايكوال ان سي وامتى بفترض ان ان ايكوال ان سي بلس بس ال ان العاديه ان دي قصدي بلس ال ان ماشي حسب المقارنه لو انت ان دي اكبر بكتير من ان اي خلاص كده مش محتاج تكتبها كام بس نقلها بس نعم ممكن حضرتك تكتبها بس حاضر حالا لو انت لقيت ان دي مثلا 10 باور 16 وان اي 10 باور 10 متخيل الفرق ما بينهم ان دي اكبر بكتير ان دي اكبر بكتير فساعتها بنقول ان عدد الكاريرز عدد الالكترونز هو مين هو ان دي على طول ما فيهاش كلام مش محتاج اضيف عليها حاجه فاهم لكن لو اللي واحده يعني ان اي 10 باور 17 لو ان اي 10 باور 17 لا محتاج اشتغل بالقوانين اللي هي ايه دي انا قصدي على نفس كل المساله دي انا قصدي على نفس فكره المساله ايوه لو ان اي محتاج اشتغل ساعتها بالقانون ده اللي احنا جبناه من شويه تاخد في اعتبارك الفرق قليل اللي هو الفرق قد ايه مثلا
هيبان لك في الامتحان يعني مفيش حد معين، بس انت لو لقيت الاثنين الاوردر اوف ماجنيتيود بينهم قريب 10 باور 16 و 10 باور 17 يا سيدي زي ما انت قلت اشتغل بده، لقيت 10 باور 16 و 10 باور 13 اشتغل بده. عايز تأمن نفسك وتشتغل باللي تحت اوكي مفيش مشكله، دايما اللي تحت هو الاصح. تمام. طب لو ممكن يزود لي حته ان هو قاعد فيري هاي تمبريتشر، فانا اصلا بكنسل الان دي ومش هتيجي اصلا كلمه مساله ثانيه. ما هو لو هاي تمبريتشر هيغير لك الان اي بالظبط، مش هتيجي، هيبقى ان اي مختلف، هيبقى الان اي 10 باور 30 مثلا. كنسل الدوبينج خلاص، كنسل الان دي خلاص. ماشي خلاص تمام. طيب خلينا المسألة دي احنا خليناها ان دي علشان تمبريتشر قليل اللي هو تمبريتشر الروم، عشان احنا عارفين ان 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 الان اي ب 10 باور 10 عند درجة الحرارة دي، ده رقم اكبر بكتير من 10 باور 10. تمام. طيب في حد تاني كان حاضر السكشن عشان عنده سؤال في نفسه عايز يقوله لي فما قالوش او ما جاوبتوش عليه؟ ايوه انا بس مش عارف. طيب هاخد سؤالكم معلش، خليكم معايا ثانيه واحده بالظبط وهاخد سؤالكم ثانيه واحده بالظبط. طيب انا جيت اهو يا جماعه، ها مين اللي كان عنده سؤال؟ نبدا كده واحده واحده. ايوه انا عندي سؤال. هو في الميد بتاع دكتور خالد قبل كده، ابعته في التعليقات ولا اقول اقراه؟ ابعته في التعليقات. طيب ثانيه بالظبط، او لو حد عنده سؤال ممكن. طب لو حد عنده سؤال ثاني يقول. بروبلم سيت 2 في الان ترو اور فولس. تمام. هو احنا كنا كتبنا ميو دي كده بالغلط صح؟ لما قلنا طيب هي اصلا ميو هاد ساتيوريت عموما؟ طيب انا مش واثق منها، فتقدروا ترجعوا للمحاضره. انتوا خدتوا حاجه زي كده في المحاضره؟ ما افتكرش اني شفت حاجه زي كده ولا انا. طيب بس ما اعتقدش ان هي تثبت اصلا، علشان القانون كده يختلف اصلا، مش القانون ايكوال في ايكوال ميو في الاي. ايوه من عشان كده بقول لنا بالظبط. انت بتقول ان الموبيليتي مش هتساتوريت صح؟ عشان ازاي تبقى ساتوريت هي اصلا والدريفت، ففي حاجه صح غريبه. وانا متفق معاك عشان كده قلت لها ولا انا يعني، بس زياده تاكيد قلت نرجع للمحاضره، لان في المره اللي فاتت حد قال لي لا يا باشمهندس انت غلطان في المحاضرة اتقالت كذا كذا، فعشان كده قلت زيادة اكيد نرجع للمحاضرة. بس اللي انا بقوله لكم ان الموبيليتي مش يعني الفي دريفت هو اللي هيثبت مش الموبيليتي يعني. طيب ايه كمان السؤال اللي فوقه؟ السؤال اللي فوقه هو انا عارفة انه هو معلقش على حاجة بالنسبة للثيرمال فيلوستي، بس الدريفت فيلوستي عبارة عنهم هما الاثنين صح؟ لان انا قلت للدكتور كده في المحاضرة، ويعني
يعني انا قلت ان هي الدريفت فيلوستي عباره عن بس الناتجه عن الكتريك فيلد، وهو قال لي لان هي عباره عن الاثنين مع بعض. بس السؤال نفس الرسم اللي انا رسمها لك تحت اهي. ايه نفس اللي انا رسمها لك تحت اهي، السهم اللي انا رسمه تحت او السهم الازرق ده. ايوه تمام. انا بعت سؤالين يا باشمهندس على التعليقات. طيب خليني كده اقراهم معاك وخلي عشان بقية الناس برضو تستفيد، فأنا ممكن أعمل حاجة كده، ممكن أعرض لكم الأسئلة اللي بتتبعت لي في الشات عشان بقية الناس تستفيد. نظرا لضيق الوقت يا جماعة، فأنا زي ما قلت أنا هاخد الأسئلة اللي كانت إيه يعني واحد حاضر مخصوص عشان يسأل السؤال وما جاش فرصة يسأل السؤال فهو زعلان، دي الأسئلة اللي أنا هاخدها. خلاص كده أنا الأسئلة دي كنت هسألها حضرتك من المرة فاتت بس الصوت قطع عندنا، يعني الصوت جه على دوري وقفل. من أنا يعني باخدهم هو بشكل معين عشان أجيبه لكم يتعرضوا هنا هو. خلاص ده سؤالك أول واحد رقم 10 والتاني رقم 7 مظبوط؟ تمام. اوكي سؤال رقم 10 بيقول the value of the charge carrier mobility. ال charge carrier mobility constant below certain electric field constant independent of the electric field is constant above certain electric field always depends strongly on the electric field. طيب بص انت المفروض الموبيليتي دارس ان هي هتتأثر بحاجتين. خلاص كده هتتأثر بمين؟ بالدوبينج وبدرجة الحرارة. خلاص كده فلو جاب لك في سؤال قال لك الموبيليتي بتعتمد على على الالكتريك فيلد، فهتروح قايل ان الاجابه غلط، الموبيليتي ما بتعتمدش على الالكتريك فيلد. خلاص كده طيب. اما حته هو مين اللي معلم على الاجابه سي بالاصفر ده؟ هي مبعوته كده مش عارفين، او انا مش عارف مين اللي مجاوب بصراحه، انا شفتهم كده. بص هي دي غلط مثلا، عمرها ما هتدبند على الالكتريك فيلد بشكل سترونج خالص. اباف سيرتن الكتريك فيلد برضو غلط، ممكن يعني قيمه معينه للالكتريك فيلد او قيمه عاليه للالكتريك فيلد مستحيل الموبيليتي يعني. ما دي كده على حته الساتوريشن، هنمشيها constant independent على electric field، لا يوجد اعتماد على electric field. خلاص هي سي غلط، يعني انا اللي بفكر فيهم ايه ولا بي، انما هي سي غلط. طب هو يعني above ولا below قصده ايه يعني؟ طب استنى، لا 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 لا، الإجابة سي صح، الإجابة سي صح. بص يا سيدي، أنت عندك الدوبينج والتمبريتشر بس اللي بيسمعوا في الموبيلتي. خلاص فما دام الدوبينج والتمبريتشر مفيش أي حاجة فيهم اتغيرت، يبقى الموبيلتي هتفضل إيه؟ كونستنت لغاية قيمة معينة عند الإلكتريك فيلد. إيه اللي هيبتدي يحصل عند القيمة المعينة دي؟ في قيمة معينة للإلكتريك فيلد الدريفت سبيد عندها هتثبت، مظبوط؟ طب القيمة المعينة دي للإلكتريك فيلد اللي هي الإي ساتوريشن مثلا نسميه إي إس، من بعدها إيه اللي بيحصل؟ من بعدها كل ما الإلكتريك فيلد ما بيزيد كل ما الموبيليتي مالها ما هتقل، علشان يحافظوا على مين؟ على الدريفت سبيد ثابتة. خلاص كده؟ فيبقى أنت تقدر فعلا تعتبر إن هي الميو هتبقى ثابتة تحت قيمة معينة،
في قيمه معينه للالكتريك فيلد اللي هي الساتوريشن فاليو، من بعدها بيحصل ان الموبيليتي بتبدا تقل. متفقين؟ لا 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 مش تمام. فاهم يعني ايه بلو، كلمه بلو دي قصده بيها ايه يعني؟ هو باف. بص بلو سيرتن فاليو يعني انت عندك هنا كده، ادي هنا اي اس وادي هنا دريفت سبيد. ايه العلاقه من الدريفت سبيد وما بين الالكتريك فيلد؟ ان انت كل ما الدريفت سبيد ما بتزيد، او كل ما الفيلد ما بيزيد كل ما الدريفت سبيد بتزيد لغايه قيمه معينه، الدريفت سبيد بيحصل له ايه بعدها؟ بيثبت. الكلام ده صح؟ الكلام ده حد معترض عليه؟ احيانا بيحصل حاجه تانية كمان، احيانا بيحصل حاجه اسمها جن افكت. ما اظنش خدتوا الكلمه دي قبل كده، جن افكت، ولا سمعتوا عنها؟ لا احيانا بيحصل ان كمان الدريفت سبيد بتقل، اساسا الدريفت سبيد بتقل، ده عند الكتريك فيلد عاليه جدا. فاللي انا عايز اقوله ان انا في المرحلة الأولانية دي كده، هنا كانت علاقة لينير، هنا كان كل ما الإلكتريك فيلد بيزيد كل ما الدريفت سبيد بتزيد، علاقة لينير. ليه علاقة لينير؟ لأن الموبيليتي كونستنت. فبنقول below certain value يعني أقل من certain value، أقل من ES، كانت الموبيليتي مالها كونستنت. طب بعد القيمة اللي هي ES لا، هيبتدي الكلام يتغير. في المنطقة اللي هنا دي علشان الدريفت سبيد يبقى ثابت، درفت سبيد يبقى ثابت رغم زياده الالكتريك فيلد، ده معناه ان الموبيليتي بيحصل لها ايه يا شباب؟ لازم تكون الموبيليتي بيحصل لها ايه؟ بتقل. ديكريز، يعني بي ديات لو عملها ديكريزنج تبقى صح. اه، وعند قيم الكتريك فيلد عاليه جدا هنا كده ممكن يحصل ايه كمان؟ ممكن يحصل ان الموبيليتي مالها تقل جدا كمان. خلاص، وخد بالك هي الحدوته كلها في ايه؟ في ان انت كل ما الفيلد ما بيزيد كل ما الالكترون بيتحرك بيبقى عنده انرجي عاليه، انرجي واهتزاز اعلى. خلاص، طب ما قصه الانرجي العاليه او الاهتزاز الاعلى ده بيعمل ايه؟ ما ده بيفقدك موبيليتي. زي ما احنا قلنا قبل كده، ليه الموبيليتي اصلا بتعتمد على درجه الحراره؟ لان درجه الحراره بتزود طاقه الالكترون، فبيبتدي ايه؟ بيبتدي الموبيليتي تقل نتيجه ان الالكترون طاقته زادت وحركته زادت. فدي نفس النقطه بالظبط. سؤال رقم 7، الـ effective mass بيكون positive في lower energy of the conduction band ولا بيكون ايه؟ اه، الـ effective mass بيكون positive في lower energies of the conduction band. مظبوط. افتكر الرسمة اللي احنا رسمناها سوا اللي هي دي كده. خلاص، فين الـ lower energies of the conduction band مثلا؟ ما انا كنت راسم هنا حاجة بالشكل ده كده. خلاص، بالمنظر ده معنى كده ايه؟ ان انت عندك هنا اهو في المنطقة دي positive effective mass، زي ما انا قلت لك اعلى من المحور x، فبيكون عندك positive effective mass. انا عمال بس ببطئ في رتم كلامي شويه، معلش، علشان التابلت هيفصل، فبحاول اوصله بالشاحن وانا بكلمكم. انت سؤال 7 وصل لك ولا لسه محتار فيه؟ لا لسه، مش عارف فين الكوندكشن باند على الرسمه دي اساسا. مش عارف الكوندكشن باند على الرسمه دي.
طيب ماشي، اظن انت كده سامعني كويس. نعم هو مين كان بيتكلم؟ مين طب كل حاجه المفروض رجع دلوقتي، السكرين شير والصوت رجعوا. لا لسه السكرين شير، لسه لا رجع الصوت، حد مش عارف جاي منين. لا لا رجع رجع. طيب بص لي هنا كده على الرسمه دي، خلاص تقدر تشاور لي على المنطقه اللي عندها بوزيتيف افكتيف ماس؟ الراجل العطلان في السؤال، شاور لي على المنطقه اللي عندها بوزيتيف افكتيف ماس. من فوق النص اللي فوق. ايوه صح عندك. جميل حلو. على الجراف اول واحد مش دي في المنطقه اللي هنا دي كده صح ولا ايه؟ ودول دول بتوع المنطقه اللي هنا كده، لكننا بنعمل اسقاط بالطول يعني. خلاص وصل لك الفكره ولا لا؟ اه تمام. بس خلاص المنطقه دي هنسميها ايه بقى؟ المنطقه دي هنسميها اللوز بتاعت الباند، بتاعت الكوندكشن باند مثلا، او اللور ليفلز بتاعت الكوندكشن باند. بس نرجع تاني للسؤال بتاع سيادتك، ان عند اللور ليفلز او اللور انرجيز بتاعت الكوندكشن باند بيكون الافكتيف ماس فعلا بالبوزيتيف. يعني هو الجراف الاولاني بتاع الاي دوت ده تبع الكوندكشن باند. ماشي تبع الكوندكشن باند تمام، علشان هي كان في الانفيلد ستيتس. تمام تمام انا فهمت. طيب ايه تاني يا جماعه؟ ايه تاني يا شباب؟ ها هتعمل الرسمه بتاعت التمبريتشر. من هنا ايه؟ احنا عندنا بنقول عند درجات حراره قليله، قليله جدا كمان، ان الدونر ليفلز او الدونر اتومز كومبليت ايونايزيشن عند درجه حراره قليله. خلاص ومن بعدها سخن، مهما درجه الحراره تزيد عدد الدونر اتومز هيفضل ثابت. خلاص يعني مفيش حاجه تانية هيحصل لها ايونايزيشن في الاخر. خلاص عمليه الايونايزيشن دي معناها ايه؟ معناها ان لو ده كوندكشن باند وده الفيلنس باند اهو وده الفيرم ليفل هنا وهنا الدونر ليفل، الدونر ليفل ده كان جواه مثلا 4 اتومز، كل ما بتترقى وتطلع على الكوندكشن ايه اللي حصل؟ ده حصل العمليه دي، العمليه دي اسمها ايليشن. تمت العمليه دي لكل الاتومز اللي كانوا في الدونر ليفل، فعلشان كده هنقول ان الكارير كونسنتريشن هيثبت هنا، هيثبت عند كام؟ هيثبت عند ان دي. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ اللي بيحصل بعد كده ان انا درجه الحراره دي تزيد، تزيد بشكل كبير جدا، هيبدا يحصل ايه؟ هيبدا يحصل ان الكارير كونسنتريشن من اول دي هيزيد. بيزيد ليه بقى المره دي؟ ايه سبب زيادته دلوقتي؟ بيزيد دلوقتي لان هو عند اي كان دايما عدد الكارير كونسنتريشن عند اي نقطه يا جماعه، عدد الكارير كونسنتريشن كان جاي بس كان دايما ان اي لسه قليل عند درجات حراره قليله، فانا كل الكيرف اللي هنا ده جاي من عمليه الايونيزيشن اللي قلت لكم عليها اللي متعلم عليها بالاصفر. ايه اللي ابتدى يحصل بعد كده؟ ان احنا هنا وصلنا عند درجات حراره عاليه. يعني ايه درجات حراره عاليه؟ يعني ممكن مثلا درجه حراره 450 كلفن. ايه اللي حصل عند درجه حراره 450 كلفن؟ ابتدى يحصل ان الانترنسك كاريرز اللي تحت اللي في منهم كتير جدا خلاص كان كل ما بنسخن كل ما ايه بيحصل ان في الكترون منهم بيطلع فوق. وصلنا عند درجه حراره عاليه جدا زي 450 دلوقتي عدد كبير جدا من الكاري بيترقى، يعني طلع من تحت
العدد ده اكبر بكتير جدا من مين؟ اكبر بكتير من ان دي. عشان كده كان الكونسنتريشن رجع يزيد. بس بيزيد ليه مره دي؟ بيزيد علشان بيحصل ايونيزيشن للدونرز اكتر. لا ما بيحصلش ايونيزيشن. امال بيزيد ليه؟ بيزيد علشان الانترنسك كاريرز بيكتسبوا انرجي فبيترقوا للكونسنتريشن. هو ده سبب زياده الكاريرز كونسنتريشن. فبنقول ان عند درجات حراره عاليه الماتيريال بيبقى اسمها انترنسك. برغم دونر بس دونر عددهم قليل خلاص ما بقاش مؤثر. ما بقاش هو اللي بيسبب ان احنا ايه الكاريير كونسنتريشن يفتح الانترنسك مات. في المنطقه هنا دي بنقول لو كان هنا عند نقطه زي دي كده ادي الفيرمي ليفل في النص خلاص ادي الفيرمي ليفل يقرب من الاي سي في نقطه زي دي كده كومبليت ايزيشن ادي الاي سي واللي كان طلع لاعلى من كده. استمعني كويس. بنقول ان كل مكان وده كده المنطقه بتاعت الايونيزيشن اهي. كل ما بيحصل ايونيزيشن كل ما الفيرمي ليفل بيقعد يصعد لفوق اهو يقرب من الكوندكشن باند وهيفضل ثابت فتره معينه خلاص. طيب نيجي مثلا عند نقطه زي دي. ايه اللي حصل بقى عند نقطه زي دي؟ احنا دلوقتي ابتدت الماتيريال ترجع انترنسك تاني فيبتدي ان الفيرمي ليفل يبدا يرجع تاني يبدا يقرب من المنتصف تاني اهو خلاص. خليني كده اقول لك ان في هنا خط بتاع المنتصف اهو يبقى الفيرمي ليفل عند زيرو كلفن كان في النص. طيب بقول الفيرمي ليفل عند زيرو كلفن كان في النص مع زيادة الدوبينج أو مع عملية الأيونيزيشن هو الـ EC. مع انتهاء الأيونيزيشن وزيادة درجة الحرارة بشكل كبير فالماتيريال ترجع لسلوكها الإنسك ابتدى الفيرمي ليفل ينزل للنص تاني. تمام فوصل الحدوتة. تمام كويس. ممكن بس حته النند جينيريت والديجينيريت النند جينيريت والديجينيريت ان انت بتعمل دوبينج المنهج بتاع النند جينيريت. تعرف ديجينيريت بالعربي دي معناها حاجه بايظه او حاجه يعني الترجمه الحرفيه بتاعتها منحله يعني الماتيريال. تخيل انت اشتريت سيليكون وحطيت فيه فوسفورس كتير اكتر من السيليكون نفسه يبقى بقى اسمها سيليكون مطعمة فوسفورس ولا هيبقى اسمه فوسفورس جواه شوية سيليكون صح ولا ايه؟ هي دي الماتيريال المنحلة. انت بتعمل دوبينج بشكل زيادة لدرجة ان الدوبينج ده ما بقاش مادة تطعيم ما بقاش مادة زيادة على السيليكون ده هي اصلا بقت قد السيليكون يعني خلاص بوظت البروبرتيز بتاعت السيليكون من الاخر. اوكي ممكن بقى الحته اللي بتاعت 3 كي تي ده 3 كي تي ده الحد بتاعنا او الحد ما بين السيمي كوندكتور السليم والسيمي كوندكتور الديجنريت. ان انت كل ما بتعمل دوبينج يا ابن الناس كل ما الفيرم ليفل بيحصل له ايه؟ لو بتعمل دوبينج بان ان تايب يبقى الفيرم ليفل بيطلع لفوق من تحت يطلع لفوق يطلع لفوق بس يفضل محافظ او يفضل بعيد عن اي سي من الاخر كده بعيد عن اي سي بمقدار كام 3 كي تي بس فهمتك. يعني لو قرب من اي سي اكتر من كده بالليمت. تمام فهمت بالظبط. ماشي يا شباب ايه تاني؟ باشمهندس انا هاخد اخر سؤال. كان في سؤال في كان في سؤال في الكويز اللي هو بتاع بلين 110 دوت هو كان عليه لخبطه انا مش فاهم بيقولوا 4 وهو انا اتحليناها 2 انت مش عارف number of atoms. بص انا مش فاكر السؤال. هو كان بيقول ال number of atoms في بلين 110 بس كده السؤال في الكويز اللي حضرتك جبته. number of atoms في البلين 110
عايز ابعته في الكومنتس عادي سهله. لا انا مش مجمعه بصراحه يعني, ما ان انا اللي حاطته لك اساسا, بس انا مش مجمع السؤال. طب ابعته لي يا سيدي في الكومنت. طب يا باشمهندس عشان عايز اكد بس على فهمي, هو كده حضرتك بتقصد ان اللو تمبريتشر اللي هي الاقل من درجه حراره الاوضه صح كده؟ الاقل من الروم تمبريتشر هي دي اللو صح؟ مظبوط. طيب لو جالي في الامتحان مثلا سؤال بس ما قاليش التمبريتشر بكام, انا بفترض ان هي الروم تمبريتشر صح؟ يعني ماشي صح تمام. طيب هي بالنسبه للسؤال اللي سالته لحضرتك اللي هو في رقم 2 في بروبلم 60, فابعت لحضرتك حلي وتشوف لي الغلط فين. طب ما تشتغل ستاندرد اريح بدل ما تحل انت بالسنتيمتر وتبعتي لي شيك على حلك. تمام ماشي. يا جوحة ما تخليك يا نورة في المتر يا نورة. نعم انا صح ولا ايه؟ خليك ابعتي لي حلك واقول لك والله غلط. بقول لك ومع ذلك ابعتي لي حلك واقول لك صح ولا غلط يا سيدي. خلاص طيب. انا بعت سؤال في كومنتس يا باشمهندس. ماشي يا ابانو. عدد ال هو الصوت قطع يا شباب ولا باشمهندس؟ لا فين ولا ايه؟ عند الباشمهندس غالبا برضو عشان زي ما قلنا على اللوجا اوت ده هي بتيجي عند سؤالي دايما.
طب حد يبعت للبشمهندس الشباب يسأله هيرجع ولا خلاص ولا ايه؟